مشهد انفصال البطولي، داعية نفذها الممثل فان دام اجتذبت ملايين المشاهدات وأصبحت أحدث الصراعات على مواقع التواصل الاجتماعي. الشباب في مختلف الدول العربية سجلوا مقاطع مشابهة على نحو يعكس الهموم في بلدانهم ويسخر من الواقع الاجتماعي. الكهرباء بتقطع 12 ساعة، صرت أنام وأصحى والكهرباء لسه ما أجت. في غزة التي تعاني من الحصار ينتقد هؤلاء الشباب أزمة انقطاع الماء والكهرباء، كما يتكلمون عن انقطاع الوقود. بس للأسف ما في بنزين بالبلد. الأمر الذي لم يسمح لهم بإعادة تمثيل هذه الدعاية كاملة. وفي الجزائر نفس المشهد ولكن مع صورة عبد العزيز بوتفليقة للتعبير عن رفض بعضهم لبقائه في سدة الرئاسة، كما ذكر على أسفل الفيديو في موقع يوتيوب. أما في الأردن فاستخدم نفس المشهد للتعبير عن عدم الرضا إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة. الشتوية على الأبواب وسعر الغاز بتحدى قوانين الفيزياء، عشان هيك قررت أني ما أغلب حدا، أنا راح أفشخ حالي لحالي. المرأة أيضا في الشرق الأوسط برزت في فيديو مماثل، إذ ترفض هذه الفتاة الصورة النمطية في المنطقة عن دور المرأة في المنزل فقط قبل أن تخرج عن شعورها. وفي لبنان يبدو أن الاستحمام بزيت الزيتون كان له أثره الخاص على هذا الشاب كما يقول. أما في المغرب وبعكس الدعاية الأصلية، سيارة التاكسي لا تسمح بالقيام بهذا العمل الجريء.